جو سوي في بلا كوليكسيون تاعي، زعما هذه اللي خلت بزاف في الشارع الوهراني هنا يعرفوني، خلت بزاف جماهير جزائريه اللي تعرفني على صعيد الوطني. صافي بليزير بليزير ليا، وان شاء الله لا كونتينياسيون. وهذه السلام عليكم، هو عبد الخالق صاحب هواية جمع قمصان اللاعبين من وهران الجزائر. البداية كانت في 2014، كانوا كاينين عدة قمصان اللاعبين، بدات تكبر المجموعة حتى وصلنا لحوالي 150 قميص ولا أكثر. ونشوف متاحف تاع أندية كبار في العالم كيما ريال مدريد ولا كيما الإنتر ولا كيما الأولمبيك دو مارسي، ولا تتأثر بالهواية تشوف بلي عندهم تاريخ كبير. سي انت تاني تقاردي لي سوفونير تاع لو كلوب بريفيري تاعك اللي هو موديتها بالك. قميص اللي تعبت شويه باش تحصلت عليه هو قميص مولية الجزائر هذا الموسم. نحيي جميع لاعبي مولية الجزائر اللي عاونوني وقدموا لي القميص كهديه، وامضوا فيه جميع اللاعبين، وقعد في لاكوليكسيون. هو اللي صعيب شويه باش ريكيبيري تاعك. كاين لاعبين كبار بزاف في البطوله الوطنيه ولا فاتوا في المنتخب الوطني كيما قميص الاخضر باللومي، كاين يوسف باللايلي، كاين سي طه هشيف الوزاني، كاين بزاف اساطير فاتوا في موليه وهران، سيكي والناس الله يرحمه، كاين بن يوسف بوتخيل، كاين بزاف قمصان تاريخيه. بالك كان كاين بروجي تاع ميزي، مي مازال ربي ما كتبش، والهدف تاعي هو الوصول للمنتخب الوطني ان شاء الله. على هالله يكون كاين قميص لاعب للمنتخب الوطني يكون منضم من عند جميع اللاعبين. كاين اتصالات مع شعيب كداد، كاين مع امين مدني، كاين مع منصف، كاين كلكو جوال اللي وعدونا باش نتحصلوا على القمصان تاعهم مضيه من عند جميع لاعبي المنتخب ان شاء الله يكون في لا كوليكسيون بروشين. كاين ثاني بعض الاشياء خاصه اللي في الكوليكسيون في الهوايه، اللي هما قفازات خاصه بحراس المرمى هنايا، كاين تاع فارس بوكيت حارس مدير وهران، كاين تاع فوزي شاوشي اللي لعب به كاس العالم ضد سلوفينيا، اسامه بن بوط ثاني حارس المنتخب الوطني الحالي، كاين بزاف ليغو. الله جو سوي فيها بلا كوليكسيون تاعي، زعما هذه اللي خلت بزاف في الشارع الوهراني هنا يعرفوني، خلت بزاف جماهير جزائريه اللي تعرفني على صعيد الوطني. صافي بليزير ليا، وان شاء الله لا كونتينياسيون. وهذه هي.